وهل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام الزوج فقط؟ وما لا حكم من يبيع هذه الملابس خاصة التي تسمى بالموضة؟ المرأة تلبس لباس البلد، لباس البلد المعروف الساتر، ولا تلبس اللباس الذي ليس هو من لباس البلد، لأن هذا فيه تشبه وفيه أيضا خروج عن عادة البلد، وفيه اللباس شهرة، لأن اللي يلبس لباسا غير لباس البلد هذا لباس شهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة. فالمرأة تتقي الله، تلزم الحياة والعفة، وتلبس اللباس المحتشم.